الله 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 الله، ربنا يخليك يا اجمد محامي في الكره الارضيه. انت مش خالد الاشقر، لا انت خالد الابيض، قلب وشعر. الله. على فكره بقى، نعمه تعبت في القضيه دي قوي، وهي اللي فضلت ورايا لغايه ما خلصت. حبايبي يا حبايبي يا ملايين يا ملايين، عشت عمري كله اسمع عنكم، كان نفسي اشوفكم مره واحده قبل ما اموت. ايه ده انت رايحه فين؟ انت مين؟ انا نوال ابن صلاح التخري. يا الف بركه يا الف بركه الف بركه، الحمد لله ان ربنا نصفك. شايفه فلوس ابنك يا ماما؟ شايفه شايفه يا ماما، شايفه 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 شايفه. انت قلت لامك؟ اه طبعا، ما هقول لمين؟ انا ليا غيرها يا نعمه. دول كام يا متر؟ دول 8 مليون، بعد ما قرايبكم خدوا نصيبهم. وانت خدت اتعابك ولا لسه؟ عيب يا مدام، نعمه دي تلمستي وبنتي. كتر خيرك انت وتلمستك وبنتك، بس انا ما بحبش المجاملات. انا بحب ايه؟ هاتي. معلش يا متر، اعذر امي يعني، معلش امي بقى، وبعدين عاشت طول عمرها امي شحات، دلوقتي بقت ام مليونير، فمعذوره صح؟ معذوره يا متر. ايه ده؟ ايه ده؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ الساعة بقت 5 وزمان كل البنوك قفلت. ايه ده؟ انا اصلا ما عنديش حساب في اي بنك. الله، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ها؟ اعمل ايه؟ سيبهم هنا عندي. عندك؟ لا طبعا، احنا نروح بيهم عندي، وننزل من بكره الصبح من النجمه، ونفتح حساب باسمي ونحطهم فيه. مالك؟ مالك يا ماما، فيك حاجه يا حبيبتي؟ هو ايه اللي تفتح حساب باسمك؟ يعني ايه انا ماليش اسم افتح بيه حساب؟ ليه مكتوب في البطاقه شرطه؟ اهبطي بالطموح شويه يا ماما. اقعدي كده. نوال؟ نوال تهبط بالطموح. وادي الفلوس اهي. واحدة عايزة تفتح حساب باسمها، والتانية عايزة تخليهم عنده. ميغا هي. تعالى يا مايسك. بقول لك ايه؟ ما تجيبي مفتاح عربيتك عشان اروح بالفلوس على بيت امي. ماشي؟ وانت تروحي على بيتنا خلاص. ما انا مش عاوزك تيجي معايا البيت، انت عارفه انت وامي ما بتقوش بعض وما لكمش ببعض، وانا مش ناقص وجع دماغ. بصي، خلي مريم واكرم يوصلوكي، وانا بكره بعد مشوار البنك على طول جاري عليكي. ماشي؟ مبروك يا صلاح. الله يبارك فيك يا نعم. مفتاح. احنا متشكرين قوي يا متر، يعني مش عارف اشكرك ازاي على كل تعبك ده، كتر خيرك. يلا يا ماما. يلا فين؟ ايه؟ انت عديتهم الاول ولا هتاخدهم على عماه؟ الحق ما يزعلش يا متر. هنسيب لكم المكتب لغايه ما تعدوا الفلوس. يلا يا اولاد. عدي بالراحه. تعالي. عايزك هتدي الأول. مش عايز رزمة تتسرسب جوه البلوزة. ها؟ بالراحة. ايه المستوى ده؟ بسم الله.